ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن وليا لله وخذ كل ميزات هذه المرتبة. حينما يعطى الطلاب الشهادات العليا وقد استحق كل امتيازات هذه الرتبة العلمية، فكلمة ولي لله هذه أعلى مرتبة. ما معنى ولي لله؟ أي أنه استسلم لله فتولى الله هدايته، وتولى الله إرشاده، وتولى الله إسعاده، وتولى الله حفظه، وتولى الله الأخذ بيده من خير إلى خير ولا ينتهي به المطاف إلا في الجنة. استسلموا لله، هذه هي حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله، أن تفوض له، أن تتوكل عليه. إذا استسلمت له تولى الله شأنك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لا يزال الشيطان يتولى أولياءه ويغريهم بالمعاصي ويورطهم بالجرائم إلى أن يصعدوا سلم المشنقة. هذا من عمل الشيطان، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يتولى أولياءه بالحفظ والهداية وتنوير القلب والإرشاد والإسعاد حتى يأخذ بيدهم إلى الجنة. فليس هناك حال ثالثة، إما أن يكون الرجل وليا لله عز وجل، وإما أن يكون وليا للشيطان. إذا استسلمت لله عز وجل تولى الله إرشادك وحفظك وهدايتك وإسعادك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن سأتلو على مسامعكم بعض الآيات القرآنية التي تصف سيد الأولياء وهو النبي عليه الصلاة والسلام. سيد الأولياء قال الله عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن لا يحق لمن يدعي أنه ولي على وجه الأرض أن يدعي أنه يملك النفع والضر. الولي الفلاني نظر في فلان فاهتدى، هذه ليست لرسول الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الولي الفلاني تجاوز مرحلة التكليف، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. سيد الأولياء يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم. سيد الأولياء لا يعلم الغيب، قل لا أعلم الغيب. سيد الأولياء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذا كان سيد الأولياء لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإن كان سيد الأولياء لا يعلم الغيب، وإن كان سيد الأولياء يخاف إن عصى الله عذاب يوم عظيم، فهل يستطيع ولي على وجه الأرض أن يدعي خلاف ذلك؟ هذا هو الحجم الحقيقي. سئل الإمام الجنيد رضي الله عنه: من ولي الله؟ أهو الذي يطير في الهواء؟ قال: لا. قال: أهو الذي يمشي على وجه الماء؟ قال: لا. فقالوا: من هو ولي الله؟ قال: هو الذي تجده عند الحلال والحرام. حتى أن ولي الله لو قال لك: إنني رأيت المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال لي كذا وكذا، فإن كان في هذه الرؤية تطابقا مع الشرع نقبلها منه، وإلا
يثبت الشرع وترد الرؤية. بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يحق لأحد كائنا من كان أن يبتدع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أحد العلماء الكبار قالوا نحن مقيدون بكتاب الله، مقيدون، إذا سمحنا بالشطحات والاجتهادات من دون ضبط من كتاب الله فقد ضاع الدين وتلاشت معالمه وتخلف المسلمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ولي الله، يقول الذي يذكر الله برؤيتهم، أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، تقع عينك عليه تذكر الله سبحانه وتعالى. هذه علامة. علامة أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل. هذا تعريف آخر. تعريف ثالث، هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. مقياس دقيق جدا، إذا خاف الناس جميعا لا يخافون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي لا يخاف ولا يحزن، قارئ القرآن لا يحزن، لما الحزن؟ الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، الغني القوي العزيز الرحيم السميع المجيب معك، إنك بأعيننا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحزن قارئ القرآن أبدا، لا يحزن قارئ القرآن. من علامات ولي الله أنهم لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. إذن ولي الله هو الرجل الذي استسلم لله عز وجل. حينما استسلم لله عز وجل تولى الله هدايته وإسعاده وحفظه، وما يزال الله سبحانه وتعالى يأخذ بيد وليه حتى يدخله الجنة. وحجم ولي الله لا ينبغي أن يزيد عن حجم سيد الأولياء النبي عليه الصلاة والسلام. لا يملك للناس نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أحد الأولياء توفي أحد تلاميذه، قم يا الآن، شو الخرافة هي؟ رجل توفي فدخل في القبر، فجاءه الملكان فإذا بشيخه يدفع الملكين من صدريهما ويقول لهما قوما عنه. أمثل هذا يسأل؟ هذا تلميذي؟ لا لا، ليس هذا صحيحا. سيد الأولياء لا يملك نفعا ولا ضرا، سيد الأولياء لا يعلم الغيب، سيد الأولياء يخاف إن عصى الله. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا عن مذهب الحب شرعنا، لئلا تضيع معالم الدين
كي يكون الدين كما بدأ ناصعا واضحا. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. هذا الدين. عودوا إلى ينابيعه الأولى، عودوا إلى كتاب الله، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذه القصص وهذه الخرافات التي يذكرها بعض الناس عن أولياء الله، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. للولي كرامة، هذه لا تنكر. أما أن يملك الولي هداية الناس نظر إليه فاعتدى. لما لم ينظر النبي إلى أبي جهل كي يهتدي وهو عمه؟ لما لم ينظر إلى أبي لهب كي يهتدي؟ ما هو الضلال؟ أن تعطي الإنسان حجما أكبر من حجمه، أو أن تقلل حجمه. أناس أعطوا الأولياء أكبر من حجمهم هداهم الله، وأناس أعطوا الأولياء أقل من حجمهم هداهم الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا، لا يخافون. قلت اليوم في الخطبة من علامة المؤمن الصادق أن يقول لك والله الذي لا إله إلا هو إنني أسعد الناس، على دخله المحدود وعلى بيته الصغير وعلى متاعبه الكثيرة، لأنه سعد بالله عز وجل. ومرة أخ كريم قال لي ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. والله أعجبتني هذه الكلمة، صادق. لذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. من علامة البعد عن الله الخوف من غير الله، من علامة البعد عن الله، من علامة الشرك الخوف من غير الله. تقول لا إله إلا الله أنت، تقولها مئات المرات. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنه لا مسير في الكون إلا الله، يعني إليه يرجع الأمر كله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والله يحكم لا معقب لحكمه. ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إذا ابتعد الإنسان عن الله عز وجل ألقى الخوف في قلبه، فانقلبت حياته جحيما، وانقلب غناه فقرا. أنت من خوف الفقر في فقر، أنت من خوف المرض في مرض، توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. ما من مرض يفتك بالناس اليوم في بقاع الأرض كالقلق. كتاب ألف في أمريكا عنوانه دعي القلق وابدأ الحياة، طبع منه 5 ملايين نسخة، لأن كل الذين اشتروه قلقون خائفون وجلون. وكل بلد فيها مجموعة مقلقات. في هذا البلد القلق من السرطان ومن الآيدز ومن المرض الأزمة القلبية. في هالمرض في هالبلد الفلاني قلق من قائمة مخاوف. حيثما توجه الإنسان المعرض البعيد أكلت قلبه بعض المخاوف. أما المؤمن الولي لا خوف عليهم، لا يخاف. إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. إذا كان الله معك فمن عليك؟ لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا الإيمان. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على تركها. من ضيق أفق الإنسان بيلاقي بيته مرتب نظم،
يعني معتني فيه، أموره منتظمة، دخله كبير، صحته طيبة، بيخاف من الموت، بيخاف يروح على القبر. إذا كنت مؤمن، الرجل المؤمن يخرج حينما يموت، يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. حجم الرحم هالقد، يطلع هالجنين بيكبر، بيركب طائرات، بيروح لأمريكا، بيروح لكندا، بيروح لليابان، بيطلع على مصيف، بيجي بيروح على البحر، بيغوص بأعماق البحار، بيطلع على القمر. كم النسبة بين حجم الرحم وحجم الأرض والسماء؟ قال: إن المؤمن إذا مات خرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. لذلك ولا هم يحزنون على بيت تركه 300 متر مساحته دوكر. أتى جنة عرضها السماوات والأرض. حزين على زوجة، صحابي جليل، ألحت عليه زوجته بشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فغضبت، فقال لها: اعلمي أي فلانة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداها على الأرض لغلب ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يأخذ الزوج موقف حازم. إذا كان أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاءكم، وأمركم إلى نسائكم، فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. مما وصف به النبي الناس في آخر الزمان أن قبلتهم نساؤهم. خان ما رضيت، خلاص. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من علامة الإيمان الصادق أنك لا تخاف في الدنيا. وإذا لاح شبح الموت. شعرت بألم بالصدر، جاءت جلطة، وكنت مؤمنا مرحبا بلقاء الله تسعد بها. إذا مات العبد المؤمن استراح من عناء الدنيا. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورحمة ربك خير مما يجمعون، من الأموال الطائلة، من البيوت الفاخرة، من النساء الجميلات، من البساتين المزدانة، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إلى أين أنت ذاهب؟ واحد أمسكوه وجروه إلى أمه، أينبغي أن يبكي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إلى بيت أهلك، حيث الدفء والطعام والشراب والعطف والإكرام وكل شيء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بالمناسبة، ما في بالدين نحن رجال دين، يجب أن يكون كل منكم وليا لله. أخي، قالوا الأولياء الله؟ لا لا، يجب أن تكون أنت من أولياء الله. إذا أطعت الله طاعة تامة فأنت من أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا فعل ماضي، عرف الله عز وجل، لكن يتقون فعل مضارع، والمضارع يفيد الاستمرار، يعني طوال حياته يتقي الله، يتقي أن يعصيه، هي مرتبة، يتقي أن ينقطع عنه، هي مرتبة ثانية أعلى، يتقي أن يكون في قلبه سواه، مرتبة ثالثة. في عنا صيام عامة الناس عن الطعام والشراب، وفي صيام المؤمنين، صيام الجوارح عن المعاصي، وفي صيام الأتقياء،
صيام القلب عما سوى الله، فهي تقون فعل مضارع مستمر، يتقي أن يعصي الله، ويتقي أن ينقطع عن الله، ويتقي أن يكون في قلبه غير الله. وكانوا يتقون، يعني جهود مستمرة، يبذلون جهود كبيرة لا تنقضي، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، لا يرتاح في نومه بحياته، يخاف الصبح يفوته، ما بيرتاح بالعصر بنومه، يخاف يروح على العصر، إذا قعدك سهر وما حكى عن الله بشوف حاله سهر بدون طعمه فاضي، كلام فارغ هذا إذا ما كان في ذكر لله عز وجل. يعني إن ضيع ساعة من حياته لم يذكر الله فيها فحياته خسارة. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن الله رحيم بالمؤمنين، لهم البشرى. أول شيء بعث إليهم كتابا نبيا رسولا وأنزل عليه قرآنا فيه بشارة للمؤمنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى آخر الآية. إذن في بشارة بالقرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر المؤمنين بالجنة، قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن، من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وكلها فيها بشارة للمؤمن. والله سبحانه وتعالى أحيانا يتولى مباشرة تبشير المؤمن بالجنة عن طريق الرؤية الصالحة. يعني المؤمن أحيانا بيكون مكسور القلب، حزين، يحزن على شيء واحد، ألا يكون عند الله مرضيا، هذا سبب حزنه الوحيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحزانة في كنف الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة، الذي يغلب عليه الحزن بسبب قلقه حول ما إذا كان الله راضيا عنه أو غير راض، هذا الله سبحانه وتعالى يتولى بشارته برؤيا صالحة. يرى النبي عليه الصلاة والسلام يناديه باسمه، يثني عليه، يصافحه، وأحيانا يقبله، أحيانا يرى سيدنا الصديق في المنام، سيدنا عمر، هل أناس الأكارم الأولياء، أحيانا يرى مرشده في المنام يبتسم له يهش له. هذه البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بقى بالآخرة كيف بالآخرة؟ قال إذا بعث من في القبور بشر الله المؤمنين بالجنة. يعني بين البعث وبين دخول الجنة في مسافة، لئلا يبقى هؤلاء قلقين تأتيهم البشرى من الله عز وجل فور بعثهم من مراقدهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. يعني زوال الكون أهون عند الله من تبديل كلماته. كلمات الله الوعد والوعيد والقواعد الثابتة التي جاء بها القرآن. يعني فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، هي إحدى كلمات الله التامات الثابتات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني بالستة آلاف مليون إنسان
إذا واحد كان عمله طيب وكان مستقيم وما كان سعيد لا يكون هذا الكلام قرآنا. لو أنه بحالة من 6,000,000,000 حالة لم تنطبق على هذا الإنسان فهذا الكلام ليس كلام الله. لكن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآن إن وجدت واحدا معرضا عن الله عز وجل وهو سعيد بإعراضه فهذه الآية ليست من كتاب الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه من كلمات الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه من كلمات الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هل يعقل أن ترى الكافر حكيما رقيقا منصفا متواضعا؟ لا يعقل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه من كلمات الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هذه من كلمات الله. يمحق الله الربا؟ هذه من كلمات الله. إن الباطل كان زهوقا؟ هذه من كلمات الله. يعني القواعد الثابتة والوعد والوعيد. كلمات الله تعني تلك القواعد الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تعدل ولا تعطل ولا تغير. هذه كلمات الله لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم. لمثل ذلك فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا يحزنك قولهم. وقف. لو وصلنا لفسد المعنى. ولا يحزنك قولهم يعني إذا استخفوا بك أو ردوا دعوتك أو فندوها أو اتهموك بالسحر أو اتهموك بأن لك مقاصد دنيوية. ولا يحزنك قولهم. من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. العزة لله جميعا. اجعل لعزك اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت.